لا يألو الاحتلال الصهيوني جهدا في خرقه الاتفاقات التي يوقعها فمنذ اليوم الأول للهدنة الإنسانية المعقدة في قطاع غزة لم يفي الاحتلال بالتزاماته سواء فيما يتعلق بقوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم أو عرقلته إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ولا سيما المناطق الشمالية منه ناهيك عن الخروقات العسكريه للهدنه التي خلفت عددا من القتل والجرح الفلسطينيين مراقبون يرون في الخروقات الاسرائيليه انعكاسا لما يمكن وصفه بالخلاف بين حكومه الاحتلال وداعميه في واشنطن فالاداره الامريكيه باتت ترى ان الثمن السياسي لاستمرار العدوان على غزه اصبح باهظا بالنظر الى تعالي الاصوات المناهضه للحرب في المجتمعات الغربيه ما دفع بعض الحكومات الاوروبيه الى اتخاذ مواقف اكثر قوه ضد الحرب الاسرائيليه بل ان تلك الاصوات المعارضه بدات تتصاعد داخل الكونغرس وداخل اروقه الخارجيه ووكاله الاستخبارات الامريكيه بينما يصر الاحتلال على مواصله الحرب رغم خسائره الفادحه بهدف ترميم صورته العسكريه التي تمزقت في السابع من تشرين الاول الماضي بيد ان تمديد اتفاق الهدنه وتبادل الاسرى وحضور مدير وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه وليام بيرنز الى المنطقه للتفاوض بشان اتفاق شامل لتبادل الاسرى يشي بحسب محللين بان الولايات المتحده ربما قررت اخذ زمام المبادره للدفع نحو هدنه طويله الامد الا ان ذلك قد يصطدم برفض اسرائيلي يهدد باستئناف الحرب مجددا وبعيدا عن مالات المباحثات الجاريه يقول المحللون ان الهدنه قد حققت لكلا الجانبين فرصه لاعاده دراسه مسار الحرب واعاده التموضع العسكري وفقا لمعطيات اسابيع القتال السابقه الا انها على المستوى السياسي عمقت من ازمه الاحتلال الدوليه في الوقت الذي نجحت فيه المقاومه الفلسطينيه في تحقيق العديد من المكاسب السياسيه اضافه لما حققته من انهاك عسكري لقوات الاحتلال اثناء المعارك